الغداء دي موجودة في anterior part of the pelvis. What seems to do this immediately. تمام. هذه الليبس تحية attention to ligament. وهذا ligament في الكومن ينزل في العين العين. هذا ligament اسمه the medial. أمبريكا ligament. هذا الليجمنت هو اتاش على الامبريكا فور. هذا الميديان امبريكا ليجمنت كان زمان اليوريكاس. اليوريكاس ده كان تيوب مفتوح ما بين الانر لادر وما بين الامبريكا. كان اسمه اليوريكاس. فالميديان امبريكا ليجمنت كان اصلا هذا اليوريكاس. اليوريكاس عباره عن تيوب ما بين الليبس بتاع البلادر وما بين الامبريكس وكانت مفتوحه في الامبريو. وبعد كده حصل لها فايبروزس وعملت الميديال امبريكس. ولذلك لو استمر هذا الليبس مفتوح هبص الاقي العيان بينزل يورين من الامبريكس ودي بيسموها كونجينيتال urinary fistula. هبص الاقي بيتا يوريكس بيتا اتاتش بيتا عشان كده اليورين والباص من البناء بلادر لغايه الامبريتس وهي الامبريتس بتاعت الطفل تنزل اليورين. كونجنتال امبريتال فيستولا. طيب ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي شايفها ابص الاقي البريتونيا كفر السوبيريور سيرفيس للفلانين بس. It covers only the superior surface in the female. لان بعد كده هيبقى ريفلكت البريتونيا على الانتيريور سيرفيس اوف ذا يوترس. لكن لو جيت للميل ابص الاقي البريتونيا كفر السوبيريور سيرفيس من upper part of the posterior surface. استمرت البريتونيا. وبعدين ريفلكتت على الريكتم عشان يعمل الريكتم فزايكا تاتش. دي تعمل ايه في ايه؟ اكيوميليتد يورين صح؟ افترض واحد عنده يورين ريتنشن. البول محبوس في البلاتر. هل السيرفس تبيوك صحية؟ واجب انتيرو ابدومينال بول اهو. والسكين من بره. وادي الرينا البلاتر لما تبقى الرينا البلاتر فول ويبقى في يورين ريتنشن ابص الاقي البلاتر ما بقاش بيلفت بقى تيجي طالعه في الابدومين. الاقي البلاتر طلعت في الابدومين. شدة البريتونية اللي بنعتبرها بدون مضمون عليه it builds off builds يعني بتقشر البريتونية فيما البريتونية بتطلع بتقشر من الانتيرور ابدومينال وول اللي جاست اباف السيبسيس بيز عشان هي مليانه هي المفروض انها بيلف الاوردر بيلف مالهاش دعوه بالارقام النهائيه لكن وانس يحصل يورين ريتنشن يورين ابص الاقي ديستندد ولما ديستندد تبقى طالعه لفوق تدخل الابدوم وهي طالعه تبقى مقشره البريتونيه من الابدوم لابدوم لابدوم وقتها معاها سحبان. انت فاهمين حاجه؟ لا 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 مش طبيعيه. ده حاله يورين ريتنشن واحد عنده كوباس باور والبول مش عارف ينزل فوق فالبول بيتحوش في البدر فالبدر كبر فطلعت في الابدومين حرفيا انها بقت تستند. وده البيز بتاع احد اسباب ان الواحد يعمل حاجه اسمها سوبرا بوبيك اسبيريشن وخاصه في الجنتر.
Sobra. Yani o building, o Simpson building aspiration. وخاصة في الشيلدرن غير محبب ان انا باص كاسك مسطرة ليه؟ عشان الانفكشن ده عيل غلبان لو قالوا انفكشن هيتم انفكشن مع الام ويعملوا مشاكل كبيرة جدا وممكن يعملوا اسندنج انفكشن وبيريو نفرايتس ويموت كمان فغير محبب ان انا احط له قسطرة من الجسم الا لو كان اندر كومبليت اسبسس فبعمل ايه؟ بدخل الابرة اباط لسبسس بلومز هتختار الجلاندولا بطول مضغوط وبعدين داخله في مين؟ واسحب الفيلم اللي موجود في الدم بيسموها زمرة يوبيك اسبيريشن وبالطريقه ديت انا مش خايف ادخل في البريتونيه لان البريتونيه بيبدا اوف ازاي عن الكل لما ادخل صبرا بيوبيك فور سيمسز بيوبس على طول هدخل في الجلاندولا بطول مضغوط هدخل في الانتيرو وول بتاع الجبهه العظميه واسحب الفيلم اللي انا عايز اسحب معايا تمام الحاله الثانيه كمان لو فول بلادر والجنين شدته عليه بالمنظر ده بقت ابدومينال بورد افترض ان هذا الشخص خبط الاتوبيس وهذا الاتوبيس خبط البلبس كسر البلبس هبص الاقي البلادر ممكن يحصل لها ربشه ممكن يحصل لها ربشه هي ديستند فلما تربشر هتربشر من اني سيرفيس جهه البلبس السوبيريور سيرفيس السوبيريور سيرفيس ليه بقى؟ دايما تجيب بتاعك مليانه وتبتدي تضغط فيها فرقعها من فوق ولذلك لو البلادر فول بلادر وحصل فيه تروما للبلبس هيحصل رابشر للسوبيريور سيرفيس لما يحصل رابشر للسوبيريور سيرفيس اليور المرباط هيدخل في مين؟ في البريتوني ده معتمدات اهو هيجيب المرابشرة ديت واليور المرباط يدخل في البريتوني وده بيسموه انترا بريتونية رابشر انترا بريتونية رابشر اوفيرينا امتى يحصل الانترا بريتونية رابشر لما البلادر تكون فول اوف يورين لو كان ما فيهاش يورين مش هيحصل لان الفول يورين ده هي بتبقى البلادر اصلا ابدومينال اورجان كمان في البلبس وفي الابدومين ثانيا الهول بتاعته بيبقى مشدود مشدود ومين اللي بيتشد كمان السوبيريو سيرفيس بالذات لما بيكسر تنشن الدورين الوحيد اللي بيتشد السوبيريو سيرفيس الانفرادرا سيرفيس ما بيجربهمش حاجه البوستيلور والبيز بتاع البلادر بتبقى مكانها زي ما هي ادي تاني فمين اللي بيرتفع السوبيريو سيرفيس ولذلك هو اللي بيبقى مشدود وداك لما تخبطه بيبقى رقيق عشان كده بيرمشه يعني هو الوحيد لو في فول بلادر السيرفس اللي هو بيحصل له ديستنشن از اونلي ذا سوبيريور سيرفس الانفرالاترا سيرفس زي ما هم قاعدين في مكانهم البيز اوف ذا بلادر ليفر بيتحرك قاعد الوحيد اللي بيسندد السوبيريور سيرفيس يكبر 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 السوبيريور سيرفيس لغايه ما يفرقع ولذلك لو حصل روح
بالورين الثلاثة وهي فل هيحصل رابشر لمين؟ السوبيريور سيرف ويحصل ان الفلويد والدم البلاد بورس انتو البريتونيال كابتل بتنام ترمالين يورين البلاد وده هذا العيان ما يجيش يقول لي انا فاص بلاد اليوريسما لانه كل البلاد واليون اللي عنده نادر في البريتونيال عشان كده هذا العيان بقى في السيناريو بتاعه عمره ما يقول لك انا فاص بلاد ويورين من اليوريسما ده انتربشن خلاص والجرم وكل حاجة دخلت في البروتين تعمل الريديشن البروتين تعمل بيرتومانس فاهمين حاجة؟ طيب بس دكتور انتير اللي عنده بون مش ممكن يسوي انجري للبلادر؟ ممكن انجري الانتير بورد على البلادر ايوه انا اقول لك الفكرة كلها ايه؟ هي الفكرة كلها رسومية الفورس بتاع الانجري دايما بتعور من البيكست بون البون الانفراترا والانفراترا بتكون تخان فلما حتى البلبسي بضاعر اللي يكون بضربة بلادر اللي هيتعور برضو سبيل سابس لانه اضعف واحد فيه يعني لما يضربه حيضغط وحيفجد اللي فوق حيضغط البشر حيزيد فيها زي ما يكون عندك بتاع بالونة كده ولا حاجة من هنا وتمسكها ايه شدها تن مش قادر اقول لك نوتهم خيلوك هلاقي انها بترابشر على الستند بول اللي هو اكتر واحد ستند لانه هيبقى اكتر واحد لا يكون يحصل له انجري لانه ويكست لانه اتفرد اتشد تمام لو انا خبطت البيبس اللي هو البريشر حيزيد في البلاد فالبلاد تفرقع من ويكست بوينت بتاعتها اللي هي مين؟ السوبيريورز ويحصل انترا بريتونيال رابشر وهذا العيان يوجوال هو نوت كومبلين اوف باسنج يورين اور بلاد ثرو اليوريسما دي علامه برضه في ان البلادر فرقعت جوه تمام في الاول طيب انما لو البلادر مش فول لو البلادر مش فول زي ده وجات التروما من قدام في ضوء البيوبيك بول كل سيرفس زي ما هي قويه وبقوه واحده ما فيهاش حاجه لا حتى تشد ولا في ديستنشن ولا في اي حاجه ولذلك اللي هياخد التروما مين؟ هياخد التروما كلها لان احنا كلنا اقوياء احنا اربعه اقوياء جاء الاستاذ اهوت وهو داخل الباب جيت انا ضربه وخبطه وانتوا اربعه ورا بعض بتخبطه ومين اللي هياخد التروما؟ اول واحد لان اربعه اقوياء جدا انما لو واحد فيهم ضعيف هخبطه هيجي مسبوع على الضعيف الضعيف يتفرق انما كلهم اقوياء عشان ينزلوا الضرب يبقى الضربه تيجي في الاول على ولذلك لو البلادر is not empty is not full يعني انت البلادر فاضي فاضي فابص الاقي التروما في البلبس ان هو يتخطى في 200 سالس ولذلك اللي هيتعور من انتيريو سالس الانتيريو سيرفيس اللي بيتقال ده هو مش اناتوميكال سيرفيس ده كلينيكال سيرفيس انما الاناتومي ما عنديش انتيريو سيرفيس عندي ايه؟ انفرولاترال وانفرولاترال والايبس بتاعتها لكن كلينيكال الالفاظ هتسمعوها كلينيكالي غير الاناتومي شويه يقول لك الانتيريو سيرفيس ليه؟ لان هو مش فاضي يقول لك الفيرولا الانتيريو سيرفيس على طول هو في انتيريو سيرفيس لكن هو ده كلينيكال اللي قربش ده الانتيريو سيرفيس وهتسمع حاجات كتيره جدا مش في الاناتومي كلينيكال
عشان يوصفوا لك الأبدوس مش فاضي بقى يقول لك إنت بلدر ومش بلدر ولا إيه. فلو بلدر إنت وحصل بالفعل إنجري وراشن في البلدر هيحصل رفشة لمين؟ للأبدوس أوف ذا رينال بلدر. ده اللي بيسموه إكسترا بيرتونيال رفشة. يعني بره البيوتري لان البيوتري ما تعوضش اكسترا بيوتري رابشن امتى يحصل الاكسترا بيوتري رابشن؟ لو البلادر از نوت فول، لو البلادر امتى وحصل بلفيك انجري البوزه هتيجي داخله على طول في البيوتري سيرفيس المعبره ويجي اليورين والبلاد نازل بره البريتون بره وزي يسموها اكسترا بريتونين لان الابر سيرفيس مش هيحصل له رفش البريتونين مش هيجرى له حاجه مفيش حاجه هتدخل في البريتونين نهائي في هذا العيان ده هو اللي هيباص يورين وبلاد من الجسم الاقي نازل بلاد من الجسم لما نازل بلاد من الجسم اعرف ان الرابشر ده مش الانتي بروف لان الدم ده هيملى البلادر ايضا هيملى البلادر اليورين اصلا موجود في البلادر لو رابشر شويه هيتاثر في البلادر في يورين وفي دم فيها من الانجري وابص الاقي كاركترستك للعيان ان العيان الشيبي اللي باص بلاد بلاد لكن انا لما باجي اعمل ريليشن بلاد نازل بلاد نازل مع رابشر بلادر اعرف ان الرابشر في الانتير وول اوف ذا بلادر اعرف ان الرابشر اكسترا بريتونيه وحتى لو جالي في كيس نادي لو جالي حتى في النهايه الاقي يقول لك انت بلادر انت بلادر في الحافه انت بلادر معناها ان العيان ده هيحصل له رابشر في الانتير وول معناها انها اكسترا بريتونيه الرابشر بدون بلادر معناها ان العيان ده بالباص بلاد من يوريسرا على طول لو قال لك ان البلادر بوز فول في حاله تحتها خالص فول معناها الرابشر ده هيحصل من الرابشر الجديد رابشر هو من الرابشر البيشن فول مور باص يوجوال اي بلاد من يوريسرا ده الاكسترا بريتونيال رابشر وده الانترا ودايما في اي كيس بص ده في حاجه بتليد يو للتشخيص على طول يعني فاهم في جمله كده او في كلمه تقول لك ده كذا من اول انت بتقرا تعرف ان في كذا زي الف البلد طيب شد لانها دخلت في الابدون
ببص الاقي الكريسز ديت لوس لوس اوف سوبرابيوبيك كريس انديكيت ان البلادر از فول اوف يوري ريتينشن والبلادر مليانه والبلادر طلعت فوق. وابص الاقي ايضا في سوبرابيوبيك بالوش الاقي منفوخه. وانا ابص العيان كده اهوت على بطنه الاقي سوبرابيوبيك بالوش والكريسز راح مفيش كريس. اعرف ان ده ايه اللارج بيجنر بلادر. اعرف ان في يوري ريتينشن بدليل ان البلادر كبرت ولما تكبر عملت فولنس بلج سوبرا بيوبيك مليان مش فاضي. في الجوله بصيت له هلاقيه فاضي ونازل لتحت. دي ابص الاقيها بلج والاقي الكريسز لوس. اول ما اشوف الكريسز لوس اعرف ان دي بلادر مليانه يورين طلعت اعرف ان ده يورين ريتنشن وسيفير يورين ريتنشن والبلادر هي اللي عامله ده كله. ولذلك ضمن علامات اليورين ريتنشن واليورين ديستندنج اللي هي ده تنيان. تعرف مش في جلدك بتبص ده في تنيان ده في السكين عادي يعني مثلا مش تنيان ده ايه ده دي سكين كبيس اهي عندي بص عند ايدي اهي الاقي في تنيان ده دي اللي بيسموها سكين كريس. كريس يعني تنيان. اذا الجسم مليان سكين كريس خاصه الابدوم يعني وكده. اول ما تروح البيت اقلع كله واقف قدام المرايه هتلاقي كريس هنا وكريس هنا وكريس هنا وكريس هنا عدهم عشان تبقى عارف الكريس يعني. فالكريس دي نورمال سكين عشان اهي عشان اقعد ايدي كده اهو سكين كريس تنيان في الايد اهو. الناس اللي بيقولوا الكف كف ده الكف فبرضه في الابدومن بلاقي سكين كريس. اباف سيبسس بيقولوا اسمه ايه العام اباف سيبسس بالمنطقه اهي دي الامبلايت احنا اهي ودي المنطقه ده في الحيط الجسدي المفروض تبص تلاقي ده هي نازله لفوق البطن عندك كرش اهو عندي نازله لفوق. لما يحصل فيه بلادر ديستنشن ابص الاقي دي بلج والكريسن اختفى. اول ما ابص نظره كده اهو اعرف ان البلادر ديستنشن البلادر ديستنشن ومليانه يوري ويعني يوجوالي بيبقى بروستاتيك بعمل بروستات هي اللي عامله يوري ريتنشن وعامله اكيوميشن لليوري في البلادر. لكن دي علامه طيبه ان انا اعرف فيها المين فين. وذلك الاكزامينشن بتاع الابدومن او اي اكزامينشن از فيري امبورتنت لانك بتلقط منه الدايجنوز احيانا. سوبر بيبل بارت فلوس اوف كريزن بلادر بلادر ديستنج اعمل اكزامينشن واعمل لها اشعه لها بلادر ديستنج. دي علامات ان البلادر ستيلنج وعلامات ان في يورين ريتنشن ان الاقي في لوس اوف سوبر بيوبيك ترانسفيرس كريزم. ثانيا هلاقي في سوبر بيوبيك بلج. بلج يعني حاجه ايه؟ يعني في بلج بس يعني حاجه مصدر جرب على الشمال. صادر النهارده يوم كامل ما
تدخلش الحمام ابدا. وتيجي تاني يوم بكره انت عارف العربيه المعفنه بتاعتي دي عارفها حاجه داخل في العربيه طبعا ايه لو ما حصلش رابشر هديك 100 جنيه. لو حصل رابشر بس ايه رايك؟ دي احيانا بتنزل في الحاجات كده زي يورين ريتنشن مش عارف ايه وان اوف ذا مانيفستيشن يورين ريتنشن اوف ذا ابدومين the most loss of the most part of superabdominal part and loss of transversely the most probable diagnosis is بحط لها 5 من بالمع يورين ريتنشن اه يورين ريتنشن خلاص تمام بالنسبه للريليشن بتاعت الريليشن بتاعت يورين بلدر السوبيريور سيرفيس ده الديبينس هل هو مين ولا فيميل دايما انتوا عارفين لو هو فيميل هيبقى اليوترس نايم على السوبيريور سيرفيس ما بينه وبينه الباوش اللي هو يوترو مزايكا الباوش ويوجوال البوتنشال باوش سوبيريور مين لو هو مين هلاقي السوبيريور سيرفيس ريليتد للبريتونيوم وعليه الانتستن سمول انتستن لارج انتستن في الباك اه بس بالنسبه ايه خليها تمام كان هنا صح ارسموا ولا انتم متخيلين نيجي للانفولاترا سيرت ادي البلبس اهو ده الفوضى البلادر نايمه في الانتيريور بارت بتاعه فالانفولاترا سيرفيس ليتد لمين؟ الوول بتاع مين؟ البلبس اللاترال وول اوف ذا بلبس ده اللي هي قاعده كده اهو البلبس اهو فالانفرادر سيرف ده الانفرادر سيرف ده ريليتد للاترال وول اللاترال وول ده بيلبس فيه ايه؟ لو بصيت البيلبس من جوه هلاقيك ده البيوبيك بون وعلى ايه فيه ان هو فيه فال ريتر بيوبيك فال وهلاقي ده الريتر فرام مين اللي ماسكه فيه؟ الريتر انسيرنس مصر الاوبريتور انترنس ماسل بتاعي بس كده لو اتعلمت ده هو الاوبريتور انترنس ماسل هذا الاوبريتور انترنس ماسل فيها قدامها على الفاشيه بتاعتها في سيتي الوايت لاين هذا الوايت لاين طالعه منه مين؟ الاوبريتور الاوبريتور ولذلك هلاقي اللاترال وول بتاع البلبس على البيوبيك بون على الريترو بيوبيك فات على الاوبتريتو انترنس والريترو ده اللاترال ريتش الانفو لاترال ريتش الانفو لاترال سيرفيس ريليتد الاربع حاجات اللي هم عاملين اللاترال وول في البلبس هبص الاقي هنا هو البيوبيك بون وعلى البيوبيك بون ده هي في الريترو بيوبيك ريتر يعني ورا بيوبيك فان باب فان وبعدين هلاقي ان هو بيوريتر انترنس مصر وهلاقي ان هو بيوريتر ناي مصر ده الريليشن بتاع الانفولاترا سيرفيس الاثنين سواء كان ميل او سواء كان فيمن ما تفرقش حاجه خالص نيجي للبلادر بيز انتوا عارفين ان اليوريتر بيتداخل في البلادر من السوبيرو لاترال انجل او من البوسترو لاترال انجل اليوريتر ولذلك البلادر يقول لك لها اربعه انجل واربعه سيرفيسز واربعه اوبنينج أربعة أوبنينج بالأوبنينج بتاع اليوريتر كمان بالأوبنينج بتاع اليوريتر ويوريتر بالأوبنينج بتاع الإنترنال يوريسترال ميين أصلا إنترنال يوريسترال ميين عند الناحية إنترنال يوريسترال ميين أو
عظامات سفنكتر مزايك كان إبدان الريسر سفنكتر عند الناك أو الرينر بلادر على الفيزو الفرنوست العرب تجري البوستيريو سافس بتاع الرينر بلادر البوستيريو سافس احنا خدناه على الحين هلاقي البوستيريو سافس لو كل سافس بتاع البلادر باي ذا واي ار تريانجلر شيب كل السيرفس اتريانجل لو انا جبت البوستيريور سيرفس في المين هذا البوستيريور سيرفس اه تريانجل مشين عن البوستيريور داخل مين اليونيفار والبوستيريور داخل مين اليونيفار وعند الامس تهور فتح مين بروسل يرسل ايه ميتس من السفين حوالي تمام هبص الاقي هنا هو ده احنا قلنا ان ايه الباص الباص اللي كروس اليونيفر يجي على الباك وفي بره صوت ده الاشي نعمل امبولا وصراخ أقول لو تفاصلي عن داري ضغط بأول حاجة على البيس لأقول لو تفاصلي وقلنا لاترال ليد هبص ألاقي مين السمنة الفيسكال السمنة الفيسكال أيضا اللي عنده ضغط الضغط دي مع الضغط دي يعمل في شكلات الضغط يدخلوا في البوستيريو سيرفس بتاع البروستد ويفتحوا فيه بص على البوستيريو سيرفيس بص على العقول الناحية دي وعقول العقول الناحية التانية سمنا فيسكال سمنا فيسكال وراهم كلهم دي الريكتم وراهم كلهم الريكتم والريكتم ما بين وبين البلدر الريكتو فازايكال اه الريكتو فازايكال الريكتو فازايكال سمنا فيسكال وراها الريكتم ممكن احس من البسكت باي بي ار ممكن احس البيزو بزرادر باي بي ار ممكن احس ستون بالبيزو بزرادر باي بي ار لان البيزو بزرادر قدام الريكا لو عملت بي ار ديتيرمينيشن احس بسهوله البيز بتاع البلدر لو في ستون على البيز بتاع البلدر من جوه احس ستون ار ار ماس حاسس لو في مشكلة في السمنة البسكت باي بي ار اكزامينيشن هتستعمل السمنة البسكت والبيزو بزرادر والمعمول او الباص لان دول كلهم على البيزو بزرادر ورا البيزو بزرادر الباوش وراهم على طول الريكتا فالبوستيريو سيرفيس في المين بلاقي على البيزو بزرادر اميديتلي المعمول او الباص والسمنة البسكت وراهم الباوش ورا الباوس مين؟ الريكتم فاهمينها ولا ارسمها؟ تمام اما في الفيمين ابص الاقي في الفيمين اجي البلاتر اهي وهلاقي هنا اهوت السيرفكس وهلاقي اليوترس
بص لقيت يوترس والسوبرا فاجينال بارت بتاع السافت دوريتد للسوبيرو سافتس. انما الانتيريور وول بتاع الفاجينا هو ريتد للسوبيرو سافتس. ففي الفيميل هلاقي البوستيريور سيرفيس اوف ذا رينا بدا از ريتد لمين؟ للانتيريور فاجينا. انما السيرفيس السوبرا فاجينا مع اليوترس هو مريض للسوبيريو سيرفيس. عشان كده كمان ان البوستيريور سيرفيس نون كفر في البوستيريور. عشان كده لو عملت بي في اكزامينشن اي كان فيل ذا بيز اوف ذا بلاد. ولو كان فيها سون اي فيل ات by BV examination. That relation that the posterior surface that whether in the BV. Yeah.
الباراسمباثيتك على العكس. الباراسمباثيتك ده هي اللي عامله عكس السمباثيتك بالظبط. يعني هتعمل ايه؟ ابص الاقي ايه هتعمل؟ كونتراكشن للرينال بلادر، وتعمل ريلاكسيشن للسفنكتر، وبالتالي يحصل ايه؟ يورينيشن. بارا سمباثيتك للبلفك سبلانت للنار اس 2 اس 3 اس 4 ودي سمباثيتك. السمباثيتك ايضا بتسبلاي مين؟ بروستاتا. وبتسبلاي مين ورا البلادر كمان؟ السيجنال فيزيكال. كل ده سمباثيتك. يعني لما يحصل في سمباثيتك اكتيفيتي يحصل كونتراكشن للبروستاتا، يحصل كونتراكشن للسيجنال فيزيكال، يحصل كونتراكشن للانترنال يوريثرال سفنكتر، يحصل ايجاكوليشن. يحصل ايجاكوليشن هبص الاقي انت عارفين دي الايجاكولاتري ده، هبص الاقي السيمن ينزل من هو ومعايا البروستات اكسكريشن، معاه مين؟ السيمنال ديسك اكسكريشن. هنا هيلاقيه كونتراكت لان لازم بسات كتير ومقفول، فما يقدرش السيمن يرجع تاني للبلد. يبقى قدامه طريق واحد بس وهو يروح على اليسرى على طول على الارض. انما لو البلادر لان البروست كونتراكت فالبريشر هنا بيزيد، فلو ده مفتوح هيجي داخل على فوق لان دي كونتراكت، فعشان كده ده لازم يبقى ايه؟ مقفول. لو حصل اي دامج ليه ايا كان هذا الدمج دورينج بروستاتيكت بالذات لما يدخلوا المنظار من اليسرى عشان يشيلوا اللارج بروستات بيسموها تي يو ار بي، ترانس يوريثرا ريسكشن اوف ذا بروستات. سمعت جدا اللفظ ده، لان فيري كومن يشيلوا البروستات من اليوريثرا، ترانس يوريثرا ريسكشن اوف ذا بروستات. فهم بيدخلوا الدار ممكن من ايد، ممكن يعوروا مين؟ الانترنال يوريثرايزيشن. لو عوروه او اتعور هبص الدورنج ايجاكوليشن لما البروستات كونتراكت السيمن هيتراجع في مين؟ في البلدر، ويسموها ريتروجريد. ريتروجريد يعني عكس ريتروجريد ايجاكوليشن. ودي احد الكومبليكيشن بتاعت البروستاتيك الجي يو ار، ممكن نعور الانترنال سفنكتر او من الهيب. يعني تعرف الدياسيرمي؟ الدياسيرمي ده جهاز كايت، جهاز كايت يعني مثلا ممكن اشيل بيه حاجه، ممكن اوقف البليدنج منه، ممكن اعمل ريسكشن. ده بيبقى زي مثلا ايه في المنظار ده، هو بيبقى زي حته الحديد كده هو، لكن هذه حته الحديده حرارتها عاليه جدا فبتشيل الحاجه، وميزتها كمان انها بتشيل الحاجه وتوقف الدم لانها ايه؟ الهيل بتاعتها بتعمل بروتنج للبطنز، بيسموه دياسير. هتستعملوه كتير جدا ان شاء الله. دياسير انتوا شفتوا؟ زي كده بتستعمله في العمليات، في حاجه ده دم نزل تيجي ماسكه بالدردر وتحطه في الدياسير، واخد السلك ده هو، السلك ده فيه كهرباء، بتتحرك دوت يجي ايه؟ عامل تيار كهرباء هو مشيط اكنك بتشوي لحم صفار، حتى ريحه المكان شوي لحم. وده كان حصل في الويك اند تروح في اوضه العمليه.
لحم مشوي جميل والله، ريحه لحم مشوي حلو. هم بتوع الاكل يعني، فالتأثير ده هو يعور الدش اللي حواليه، يعور ممكن يعور الفلتر. فده عشان كده، وده رد للسؤال على الناس اللي عندهم السمنار بتاع الجروب بتاع الانترنت الاسترانسفينتر في الانفرتيلي، ان هو لو حصل له دامج هيحصل ريسكو بين ايجاكوليشن، وبالتالي هيحصل انفرتيلي لان السيمن كله هيدخل الجوري. حتى الحالات لو رجعت تاني ترجع ميت لان دخل الجوري. تشيلها بالدسازوش كي كي كل فيك شايل الفايبريشن بتاعت الكي ده تأثر على الباراثايرويد جلاند. ولذلك كومن الاقي بعد الثايرويد اوبريشن الاقي فيه هايبو باراثايرويدزم وايديو بس. لكن انا ما جيتش ناحيه الباراثايرويد، انا مش انتهاش، لكن الداي سيرمي الويف بتاعته والحراره بتاعته اثرت على الباراثايرويد. وفيري كومن بعد السيرفيكيو بتاع العين عندها هايبو باراثايرويدزم. طب جت منين دي؟ انا مش شفتهاش ولا عورتها ولا جيت يماها. لا انت استعملت دياسيرم كتير، والدياسيرم اللي هو بيأثر فيه مش عارف ايه ده، مش عارف من ورايا مش عارف ايه. حضرة قديمة دي دي اه فيري كومن في الموضوع ده بيحصل. استغرب العيال تبعها دي جت ليه؟ انت اللي جبتها. لا بولانتر صعب لايك وصمات اخناق
البرنيه بتاعت سعبتين هناك وده اللي بتتحكم فيه في الفول انت فرد انك انت عايز تدور وماشي في الشارع تمسك نفسك وقت النوم وقت النوم وقت النوم ده بيبقى نظام تاني خالص مفيش كنترول لكن في جود كنترول على الانترنال سيستم جود كنترول بيبقى البرين يعني تعرف الايه النيوتريشن سنتر ده النيوتريشن سنتر اللي هو عند السنين الاستعداد والصحه هذا السنتر ده هو عليه استيميليشن كبير جدا من هاير كورتكس وما بتحصل ان هذا الاستيميليشن ده هي بتتشال يحصل الانيشن لا بيحصل الانيشن نفس البدر تملا يبقى هو عامل كونتراكشن بدر فقط وده الاوتوماتيك بلاد الاوتوماتيك لما يحصل انجن السباينال كورد التراك من البلادر لغايه البرين راح فبص على العيان في الاول اوتوماتيك بلادر فقط تملا فقط تملا وفقط تملا وفقط اوتوماتيك ليه لان الوصله ما بين البلادر السنتر بتاع السنتر بتاع اليوريشن عندي 2 و 3 و 4 والفايبرز بتنزل من الكورتكس للبيرامتال كورتيكو سباينال بتجراها على سنتر تطلع عامله له كومبليت انهبيشن كونتينوس انهبيشن والا ما لو حصلش انهبيشن وانت ماشي في الشارع خلاص لما بيحصل يورينيشن والكومبليت السراوند كويس ودخلت الحمام والسراوند كويسه الانهبيشن اللي جاي من البرين يقف خلاص اصبح السنتر حر بيجي عامل الانيش لو انت ما واقف والناس كلها حواليك لا يمكن تعمل الانيش لا يمكن ليه لان البرين فاهم الناس حواليك فبعد كونتينيوس انهبيشن للسنتر ده فلا يمكن حتى لو ايه فديورينج النوم هذا الانهبيشن ده هو السنتر ده هو موجود يعني ايه البرين حفاك وفي دايرنال فاريشن الا بقى لو في احلال حالات مرضيه فبيحصل بايه اللي هو ايه الدايرنال نيوريسيس او التبول البوي او السلس البوي او بيسموه التبول الليل الدايرنال نيوريسيس ده ناس كتير في ناس كتير حتى كبار في السن مثلا شباب زيهم كده ويعملها عادي ليه؟ لان الكنترول بتاع البرين على السنتر مش حلو لاسباب كتير اسباب نفسيه اسباب عصبيه اراق نفسي اراق مش عارف ايه ظروف نفسيه كلها يعني ده ايه؟ ده انا عايز بس كويس زميلكم بتوع السيمينار قالوا لي ان احنا عايزين نخلي الاستفاده دي ساعه بدل ساعتين نخليها ساعه عشان احنا نلم نفسنا في السيمينار لانهم ضايعين فهل يسمحوا لي بهذا ولا تعبروني ما تعملش؟ انا في واحد منهم قاعد لو اي حركه اي حاجه الموافي يرفع صبعه الموافي المستوب دلوقتي ارفع صبعه عشان زمانكم بتوع السنين مش انت لقيت امبارح انت نسيت ولا
المشكلة لو انتوا عايزين هيبقى افضل لكم في نعمل حركة خرافية زوجية ذات صفة علمية ان احنا ناخد القرارات اللي جاية كلها مراجعة. مراجعة ازاي؟ اجيب اسئلة ونحلها واحنا عارفين. لكل سؤال وراه نقطة مثلا اقول لكم ممكن يجي كذا ممكن يجي كذا ممكن يجي كذا. بحيث ان تبقى ناقص وانتم موافقين انا ما عنديش اي اعتراض. ده اللي انا ناوي اعمله على فكره. ليه بقى؟ لما تحل اسئله كتيره المعلومات تظهر والمعلومات المهمه هتبان. هتبان ممكن تكون في دماغك من حل الاسئله. حتى لما تيجي تذاكر هتعرف ان دي مهمه دي مش عارف دي تيجي دي مش عارف دي. ممكن تلاقي الاسئله بنفس الطريقه يعني. او حوالين نفس الطريقه تبقى تدريب معلومات وتدريب ان انا ايه افهم السؤال ممكن افهمه غلط. في ساعات زمان كتير جدا يطلعوا من الامتحان يقول لا انا كنت فاهمه كذا انا كنت فاهم كذا وعشان كده حليته كذا هو عنده حاجه صح فين وفين والطريقه لو كل واحد يفهم الطريقه اللي بتتعلم فان شاء الله باذن الله. بس انا عايز بس حضراتكم واحد منكم هيجيب لي لابتوب ويحط الايه اللي ركبه وانا هجيب كلها من الأول جي آي في لغاية كل جي آي في والبرايم دي أحسن طريقة للمراجعة مش الشهر 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 الأسئلة خلاص أنا بعد عايز صفر 5 4 3 3 2 9 1 8 4